كلاهما خلق بمعجزة، فسيدنا عيسى جاء من غير أب، وسيدنا آدم جاء بلا أب وبلا أم، سبحان الله. وكلاهما نفخ الله فيه من روحه، وسبحان الله، سيدنا آدم نزل من السماء، وسيدنا عيسى سينزل من السماء في آخر الزمن. دعونا نتأمل. يقول تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. العجيب أن اسم عيسى عليه السلام تكرر في القرآن 25 مرة، وأن اسم آدم عليه السلام تكرر في القرآن 25 مرة. ونلاحظ أن الآية السابعة إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم هي ذاتها في تكرار كلا الاسمين. ولاحظوا معي أن اسم آدم ورد للمرة 19 في السورة رقم 19، وهي سورة مريم، واسم عيسى ورد للمرة 19 في السورة رقم 19، وهي سورة مريم. والسؤال أيها الأحبة، بالله عليكم، هل هذه مصادفات أم أنه إعجاز يشهد على صدق كلام الله عز وجل؟ والحمد لله رب العالمين.